نوع العودة المدرسية القادمة. أعتقد أنه ما ثم حتى شيء برر الحديث عن موعد العودة باعتبار أنه مثل مش تغيير لحد الآن في موعد العودة، مثل مش حديث على تأجيل أو أي تاريخ آخر غير يوم 15 سبتمبر، ولكن في الأثناء هناك حديث حول العودة المدرسية من حيث الاستعدادات للعودة، من حيث يعني الوضع الغذائي. اليوم الناس كلها أصبحت مقتنعة أنه يعني الوباء يستخدم أحدا، والفيروسات المتحولة الموجودة الآن يعني تصيب الجميع، وبالتالي أصبح الجميع معني بالوقاية من الوباء. سنة دراسية متعددة لم تكن سنة دراسية عادية، ولم تكن سنة دراسية يعني بدون ضريبة، كانت الضريبة قوية يعني كانت الضريبة كبيرة، وإلى حد يعني الآن يعني ما زال يعني من المربين من يعاني المخلفات الإصابة بالفيروس في الامتحانات، ما زلنا يعني نفقد يعني أصدقاء وزملاء لنا في الأسرة التربوية. أعتقد أنه صحيح تعديت سنة دراسية هي فكرة، لكن نجحت بضريبة قوية، لا يجب بأي حال من الأحوال أن تعود سنة دراسية أخرى بضريبة أخرى يعني يدفعوها المربين ويدفعوها تلامذتنا. علاش احنا قلنا انه ما عادش فما امكانيه للحديث حول اجراءات صحيه وبروتوكول صحي الى غير ذلك. هذا الكل اثبت يعني في تجربه السنه الفارطه انه يعني غير مجدي. والان يعني توفرت الظروف يعني خاصه في يعني ثم كان هناك عيق كبير يعني يعيقنا عن الحديث حول تعميم التلقيح على الجميع، وهو عدم توفر التلقيح. كنا نعرف جيدا انه في وزاره الصحه لم تكن هناك الا منظومه واحده وهي منظومه سفاكس التي توفر يعني التلقيح قطره قطره. الان وبعد يعني ما استجد في علاقه بالتلقيح يعني الهدايات او الاعانات التي يعني وصلت من بعض الدول او فيها وعود من بعض الدول، الحكومه تحدثت على انها تعاقدت مع لاقتناء 3.5 مليون يعني تلقيح من التلقيح الجرعه الواحده، ووزاره الصحه تتحدث على يعني توفر من هنا الى نهايه السنه على 3 مليون تلقيح. لذلك احنا نعتقد انه الحديث حول موضوع التلقيح انتقل من وضع الندره في التلقيح الى وضع الوقت في التلقيح. وبالتالي السبب يعني الجزء الكبير اللي نجم يعيقنا انتفى. الان اعتقد انه اصبح ممكنا جدا وبتضافر كل الجهود. انا الحقيقه سعيد بموقف اللجنه العلميه واللي تحدثت على ضروره تلقيح التلاميذ، هذا مؤشر جيد. الان يجب البناء عليه ويجب الاتفاق بسرعه على خارطه الطريق لاجراء هذه التلقيح. نحن نعتقد ان الامور اذا خدمت بشكل جيد وتنظمت بتضافر الجهود الجميع يمكن يعني تفعيل الصحه المدرسيه بشكل جيد، ويمكن الاعتماد على روزنامه يعني تخول للابناء للتلاميذ وخاصه اللي تجاوز منهم سن 12 سنه ان يتم تلقيحهم قبل العوده المدرسيه. هذا ايضا بالاضافه الى استكمال تلقيح كامل الاسره التربويه اللي جزء منها الى حد الان لم يتلقى التلقيح. هكذا يمكن ان نبدا سنه دراسيه بدون اجراءات جديده، بدون يعني العوده للحديث حول نظام الاسواج، بدون الضروره الى الذهاب الى فرضيه تاخير السنه الدراسيه. كل هذا ينتفي اذا بدانا يعني بسرعه. وانا يعني للعلم يعني كان مفترض ان يوم الاثنين الفارط تصير هناك جلسه عمل من المرقبات ووزاره التربيه في هذا الاتجاه حول العوده المدرسيه، يعني لم يقع هذا الاجتماع بسبب الوضع والتغيرات اللي صارت في البلاد، ولكن سوف نستأنف هذا الحديث غدا. يعني هناك اجتماع غدا مع وزاره التربيه، وسيكون محور الحديث هو اساسه يعني كيف نؤمن عوده مدرسيه بدون يعني تفرع على تلامذتنا. والحديث في تقديمي هذا موقف نقابه الثانوي سوف يتمحور حول مطلب اساسي ورئيسي
وهو تعميم التلقيح قبل العودة المدرسية. طبعا إن شاء الله نلقاه بعد حديث اللجنة العلمية. أنا أعتقد أنه سنجد يعني حديث يتسمع وحديث النجم البيضي حتى نستكمل أو نشرع في عملية التلقيح ونجنب يعني الأسر التونسية كل المخاوف ونجنب يعني لأنفسنا يعني كثير من المخاوف لدى الأسرة التربوية. وأيضا وزارة التربية يعني قد تستطيع أن تجنب نفسها كثير من النفقات التي لا طائل منها. عن ناول وزارة التربية تقول أنها صرفت 30 مليار تقريبا يعني من أجل توفير تطبيق البروتوكول الصحي، ولم نرى من التطبيق من البروتوكول الصحي أي شيء. أعتقد أن هذه الأموال التي الأموال في تقديري تستحقها المدرسة التونسية بشكل كبير من أجل تأمين يعني بنية تحتية ومن أجل تأمين كثير من النقائص اللي تعاني منها المدرسة. بعد الاجتماع إن شاء الله متاع غدوة سي لسعد الاتفاق على خريطة الطريق للشروع في 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 عملية التلقيح في أقرب الأجيال حتى تكون العودة في موعدها في 15 سبتمبر. هذا المطلوب، يعني المطلوب هناك يعني تحدي كبير نجم ناخذه مع بعضنا. هناك ما يقارب المليون تلميذ ومربي يعني تقريبا معنيين باعتبارنا فقط التلقيح للفئة أكثر من 12 سنة على الأقل. مليون تلميذ وتلميذة العدد علميا يعني إلى حد الآن في العالم التلقيح يعني أعطيت لمن سنهم فوق 16 سنة ما أقل من 16 سنة. العلماء والباحثين ما زالوا ما أقروش عملية التلقيح، وبالتالي احنا نحكي على تقريبا مليون تلميذ وتقريبا ما يقارب 100,000 يعني من الإطار التربوي اللي مازال ما استكملش التلقيح نتاعو. اعتقد ان هذا الرقم بوجود هذه الطفرة الكبيرة من التلقيح تصبح العملية ممكنة. يعني ما يلزمناش نخزرينها في حجمها الكبير هكا نقولوا مليون باش نعملوا مليار، لا قادرين. تعود لي الرقم سي لسعد بالضبط قداش من تلميذ معني الرقم؟ يعني الرقم يعني الكلام ده في المرحلة فوق من 12 سنة يعني في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية يعني ما يقارب مليون تلميذ. مليون تلميذ وعندنا 1,100 إطار تقريبا يعني تقريبا هكاك في حدود 100,000 إطار مازالوا ما لقحوش. وبالتالي أنا نعتقد أنه هذا الأمر سهل إذا فعلنا يعني بطريقة منظمة في كل المعتمديات وفي كل الولايات فعلنا يعني الصحة المدرسية التي لها خبرة كبيرة يعني في عملية التلقيح مش جديد عليها يعني الصحة المدرسية لها صيت كبير وباع وذراع في عملية التلقيح.